آخر اللحظات حينما يموت الإنسان وحينما يأتيه الموت للاحتضار يتذكر أمرا: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. يقول: ربي لولا أخرتني، ليش؟ ما يبغى يعيش لأجل دنياه، ولا قال في هذه اللحظة يبغى يرجع فقط لأجل أمرين اثنين، فأصدق. طيب ليش ما قال فأصلي أبر بوالدتي؟ قال فأصدق، لأنه رأى أثر الصدقة والعطاء وصنع المعروف، إن كان من أهله أراد الزيادة، وإن كان لم يكن من أهله ندم على عدم فعله ورغب أن يرجع إلى الدنيا حتى يصدق ويفعل الخير. أنت اليوم في سعة، أنت اليوم في متسع، قبل أن تعض على أصابع الندم: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، انتهى الموضوع، فاصنع من المعروف. آخر اللحظات حتى لو كان في يدك فسيلة أو فسلة أو نبتة، يوم القيامة إذا قامت القيامة، يوم القيامة ترى مو بسهل، حنا نقول إذا قامت القيامة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الموؤودة سئلت إذا البحار سجرت وإذا هل إذا السماء انفطرت القارعة وما أدراك ما القارعة إذا وقعت الواقعة، يوم القيامة موضوع ثاني. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها إيش؟ تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هاللحظة هل يفكر أحد في نبتة أو فسلة أو فسيلة كما جاء بعض الألفاظ؟ يعني نبتة في يدك تبغى تغرسها وانت جالس تشوف هالمشاهد، هل تفكر فيها النبتة؟ إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسلة من صنائع الخير، قال فليغرسها. أغرسها ليش؟ قال فليغرسها لأن قد تنفعك وقد تكون سبب في دخولك الجنة. ولذلك صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يا أخي يصبح ابن آدم كل ما أصبح، وعلى كل جزء وسلامة من جسده صدقة. السلامة أعضاء الجسد، كم عدد أعضاء الجسد؟ 360 عضو. فتسبيحة أحدكم صدقة، وتحميدته صدقة، وتكبيرته صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. وماذا يجزئ عن ذلك يا رسول الله؟ شوفوا الخير. قال ويجزئ عن ذلك ركعتين في الضحى يركعهما. تصلي هالركعتين تتصدق 360 صدقة في ركعتين تصليهما في الضحى فقط. ولذلك ذب عن نفسك النار وذب عن نفسك العذاب، واصنع حاجزا يقيك مصارع السوء.